وينضم إلينا من الجزائر عادل صوالح الكاتب الصحفي. سيد عادل، هل لديك تفاصيل، هل توفرت معلومات عن تحطم هذه الطائرة؟ والله اهلا وسهلا بكم. اولا المعلومات التي تحصلنا عليها يعني بعد دقائق او الان هي ان الرحله كانت تحمل على متنها 220 راكب كانوا متجهين من مطار بوفريك العسكري الى مطار بوسر بوهران، وايضا هو مطار عسكري. الحصيله الاوليه للتصحيح فقط هي 105 ضحيه لحد الساعه استشهدوا في مكان الحادث. حسب المعلومات التي وردتنا حاليا والتي هي شحيحه يعني نوعا ما، لانه الحادث لسه يعني الان حصل، انه الطائره بعد اقلاعها بدقائق اشتعلت وسقطت مباشره بكيلومترات يعني من مدرج الطائره، وذلك ب يرجح ان السبب هنا هو خطا فني او هو سبب فني ميكانيكي في الطائره. وهو طبعا سبب فني او ميكانيكي، لانه الطائره اشتعلت بعد دقائق فقط من اقلاعها من مدرج المطار بمطار بوفريك. ولكن الاسباب خلف الحادث تبقى مجهوله لحد الساعه، لانه التحقيقات يعني قائمه لحد الساعه. الجهات المعنيه خصصت كل اللازم يعني، وحتى الجهات المشتركه من حمايه مدنيه او شرطه او حتى افراد الجيش قاموا مباشره باجلاء الناجين. وحد الساعه مثل ما قلت لكم لم تردنا ارقام يعني نهائيه حول او حول حصيله حول نهائيه حول الحادث في انتظار اخبار جديده. حسب المعلومات التي وردتنا ايضا هنالك 26 راكب من الصحراء الغربيه تقوا حتفهم في هذه الطائره. يعني هذه الحصيله التي وردتنا من الصحراء الغربيه، أتعني ذلك انهم ليس بجزائريين؟ لا، في ايضا يعني الا تعتبر هذه الطائره هي طائره عسكريه مخصصه للجيش الوطني؟ والله في بعض الاحيان يعني ومعلوماتي شحيحه بهذا الموضوع تستعمل الطائرات الحربيه ايضا في نقل الافراد اذا تعذر على عدم وجود وسائل نقل او خطوط خاصه بهم مباشره. طيب المنطقه التي وقعت بها التي سقطت بها الطائره، هل كانت في القاعدة العسكرية أم في أماكن سكانية معمورة؟ والله المنطقة التي وقعت فيها الطائرة هي منطقة زراعية، لأنه هي في ولاية البليدة، وولاية البليدة معروفة بإنتاجها للحمضيات والفواكه. المنطقة التي وقعت فيها هي تسمى ببني ملاد، يعني الواقعة بين يعني قريبة من بوفريك، هي بلدية قريبة من بوفريك وتتمتع بالطابع الزراعي. الطائرة وقعت في منطقة زراعية في حقول خاصة بإنتاج القطار. سيد عادل، هذا المطار العسكري هل شهد حوادث تحطم طائرات كهذه من قبل؟ والله شوف، تعتبر هذه واحده من الحوادث القليله جدا، لانه اقرب حادث كان بعيد بحوالي 15 سنه للوراء وما كانش بالمطار، كان طائره راح تنزل بالمطار. يعني هذا المطار قلما تحدث فيه حوادث مماثله. الكاتب الصحفي عادل صوالح كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لانضمامك الينا.